فقر العتاد العسكري، تردد واشنطن بتقديم الدعم، الخسائر المالية التي ألحقتها حرب لم تتوقف منذ عامين وأكثر مع تصعيد روسي بين الحين والآخر، أسباب دفعت الجنود الأوكران إلى الحل البديل، تفعيل حسية التنصت عبر الراديو على مبدأ إن لم نهاجم فلنتجنب ما استطعنا من ضربات الروس. جزر وأكياس شاي وبرتقال، شفرات روسية لا تمت للحرب بصلة لكنها في الواقع تفعل، هذا ما توصل إليه جنود أوكرانيا الذين دأبوا على تحليل ما استمعوه على الحدود الروسية الأوكرانية عن طريق اختراق أجهزة الراديو في مناطق حدودية والاستماع إلى ما يمكن أن يكون أوامر عسكرية روسية وفق تقرير أفردت له واشنطن بوست. التفاصيل كاملة. قم بتحضير 5 أكياس شاي صينية على 38 برتقالة. كلام ألغاز تقول ترجمته إنه يعني إعداد 5 قذائف مدفعية صينية الصنع وإطلاقها على موقع أوكراني محدد في غابة سيريبريانسكي التي تشكل خط المواجهة المباشر شمال شرق البلاد. هكذا يقول مكتشف هذه الألغاز الجندي الأوكراني ميخاس الذي يتفرغ هو وغيره في وحدة استخبارات مكونة من 50 جندياً يعملون على مدار الساعة من أجل تحليل كل شاردة وواردة يمكن التقاطها وفك طلاسمها في عملية تحتاج أشهراً إن تطلب هذا تواجداً تحت الأرض أو حتى فوق الشجر. كهذا الجندي الذي يربط هوائياً لنظام الحرب الإلكترونية من أجل اصطياد كلمة روسية أو أمر عسكري على خط المواجهة بالقرب من باخموت. ليس التنصت فقط، بل إن التشويش على الطائرات المسيرة والتي تمثل عصب أسلحة الحرب حالياً يعتبر من أولويات العسكرة الأوكرانية الآن في ظل شح الذخيرة. وفقاً لتقرير أسوشييتد بريس، يؤكد الفكرة هذه كلام القائد الجديد للجيش الأوكراني أليكسندر سيرسكي الذي توعد بإلاء الحرب الإلكترونية أهمية خاصة. الخيار تعني مدافع الهاون، والجزر قد يشير إلى قاذفات قنابل يدوية، بينما يتم تحديد المواقع برموز الأرقام والألوان. اكتشافات وجدت فيها أوكرانيا عرضاً مغرياً لتقليل فاتورة الخسائر، لكنها حكماً لن تكون حلاً أبدياً، خاصة وأن الجيش الروسي بات على علم بأن كلام جنوده أصبح مسموعاً من الجانب الآخر، ما يعني مساحة جديدة للمراوغة وأمداً طويلاً للحرب.